البطلة في الرواية ملهاش اسم، هل ده كان مقصود؟ بصي، هي البطلة بتكتب رسائل لصاحبتها. اوكي، فانت لما بتيجي تكتبي رسالة لصاحبتك هتقولي لها انا رانيا؟ كل رسالة هتقولي لها انا؟ لا، لان انا صاحبتي عارفة انا مين وعارفة الرسالة دي جاي لها من مين، فهي قايمة كلها على الرسائل. هي صاحبتها عايزاها تتعافى، فاخر ما زهقت خالص قالت لها طب اكتبي لي كل يوم رسالة وافتكري اللي كان بيحصل معاكي بسلوكيات الحيوان، يعني افتكري واعقدي مقارنة، اتفرجي على، يعني هي عايزة تخرجها من الوضع اللي هي فيه بأي طريقة. قالت لها اتفرجي على ناشونال جيوغرافيك، اتفرجي على اي حاجه وشوفي سلوكيات الحيوان اللي كان بيحصل معاكي شبهي بيها. فهي بتكتب لها رسائل، فاستحاله انها تقول لها كل يوم فانا كذا. فالبطله طلعت من غير اسم، بس ده كان بصراحه حلو يعني. انا ما كنتش قصده، بس كل اللي بيقراها كان بيقول لي البطله من غير اسم عشان انت قصدك ان ده ممكن يحصل لاي بنت، صح؟ بقول لهم اوكي، لو انتوا عايزين كده اوكي.